الحلقة الخمستاشر والقضية الخمستاشر في حياة المحامية وو مستنية تحت الشركة كعادتها لما يوحشها ليه، عايزة تشوفه الصبح بس المرة دي بتفتكر آخر مرة تكلموا فيها مع بعض، ولما طلبت منه إن هما ينفصلوا ظهر قدامها وهي كانت بتبص عليه وشايفاه قد إيه زعلان، وهو ماشي فجأة وقف حتى قبل ما يشوفها حس بوجودها، بص وراه ولقاها فعلا قاعدة، وهي أول ما شافته بيبص عليها اتفاجئت جدا، حاولت تخبي وشها بشعرها وبإيديها كمان علشان ما يعرفهاش، اديته ظهرها وخرجت من المكان على اساس ان هو لسه ما يعرفهاش ليه، كان بيبص عليها وفي دماغه سؤال واحد مهم ما خدش ليه اجابه لغايه دلوقتي، ليه هي سابته؟ وراحت المستشفى على جان جون داخل العمليات، وفي الوقت اللي مامته بتودعه وهو بيطمنها ووصلت لعنده بيقول لها جيتي هنا ازاي، قالت له جيت بالمترو، ولما قالها مش قصدي كده جيتي ليه يعني، هي بمنتهى البساطه قالت له جيت علشان اشوفك لان دي ممكن تكون اخر مره اشوفك فيها، مامته بتبص عليها وجون دخل علشان يفصل بينهم كعادته لما وو بتلخبط في الكلام، حاول يهدي مامته ان نسبة النجاح 70%، وتسكت لا مش ممكن تسكت، قالت له في حالتك انت معرض للموت اثناء العملية، مامته كانت بتبص لها ومنهارة من اللي هي بتسمعه، جون اتدخل تاني علشان يشتت انتباه مامته بعد ما شاف في عينيها خوفها عليه من العملية، وعلشان ينهي الموقف في اسرع وقت ممكن طلب يدخل العمليات بسرعة، كان بيطلب من وو انها تسكت خالص، طبعا ده اصعب طلب في وقت اندفاعها، فضلت تقوله حاول تطلع حي رغم ان ده مستحيل، في الوقت ده اتصلت بيها تشوي علشان في اجتماع مع موكلين القضية الجديدة، وكان جانغ هو المسؤول عن القضية الجديدة ومعاه فريق عمل جون، الحقيقة ان القضية صعبة جدا، اختراق لحسابات الشركة والكشف عن بيانات 40 مليون شخص واللي هم 80% من السكان، وده هيكون ليه غرامة كبيرة جدا، والشركة بكده هتعلن افلاسها لو دفعت الغرامة، كان ليه طريقة مختلفة عن جون خالص لكن الغرور مسيطر عليه على شخصيته، على الغدا تشوي رفضت ان كون يقعد جنبها بتهرب منه باي طريقة، لكن رجعت في كلامها اول لما لقيته هيمشي، ولما شافت ليه قاعد بياكل لوحده بتطلب من كون يقعدوا معاه، لكن اتفاجئوا ببنات الشركة اللي ما صدقوا ان هو قاعد لوحده، شاركوه الترابيزة وكمان الغدا، كون قال لها ليه الاكتر شعبية في الشركة والكل بيحبه، تشوي اتضايقت جدا علشان صاحبتها، طلعت له وقالت لها عايز اعرف ليه سبتيه وهو نفسه مش عارف السبب وده ظلم كبير ليه، وكانت بتهرب فعلا من الاجابة مش عايزة فعلا تتكلم في الموضوع ده مع حد، ودخلت لجانغ مكتبه علشان تتكلم على القضية زي ما متعودة تتكلم مع جون في تفاصيل اي قضية جديدة، لكن كان مش شبه جون خالص، مغرور جدا وشايفة هي اللي مغرورة بذكائها، ما كانش تقريبا مهتم باي حاجة هي بتقولها، وعلشان يسكتها قال لها لو هتتعاملي معايا بعد كده في قاعدة مهمة لازم تعمليها، ما تقوليش حاجة ما تسألتيش عنها وما تعمليش حاجة ما طلبتش منك، وبصت له قالت له دي قاعدتين وانت قلت قاعدة واحدة بس، هو اصلا مش طايقها وكده زهق منها اكتر وتعصب عليها، قال لها واحده ولا اتنين لازم تكوني فهمتي كلامي، وهي بمنتهى البساطه قالت له افهمت، ولما كانت في زياره لجون عرف منها ان جانغ بيرفض كلامها، كان متضايق جدا منه لانه واثق جدا في ذكائها وعارف انها ممكن تفك اي قضيه، وعلشان ما يخسرش افكارها المميزه قال لها لو عندك اي كلام عن القضيه شاركيه مع زمايلك مش معاه، قال لها كمان الفتره الجايه حاولي تختفي خالص، طبعا كان يقصد من قدام كانغ لكن هي ما فهمتش ووطت تحت السرير بتاعه بتنفذ كلامه ان هي تختفي من المكان، جون بيبص عليها شايفها قد ايه بريئة ما بتفهمش حتى التلميحات لازم كلام مباشر، كان في اول جلسة ما توفقش خالص حتى الكل كان بيستهتر بيه وبكلامه، ولما قعد مع الموكلين بيحاول يوصل لهم ان هم هيدفعوا الغرامة اكيد، وهم بيتكلموا ولاحظت ان هو بينطق كلمة قانون خاص غلط، قالت له كده هيختلف معناها بسبب النطق الغلط، كان اتجنن جدا منها قال لها انت جاي تعلميني ازاي انطق الكلمات، الموكل حاول يهديه لان ده مش وقته خالص عصبيته عليها، اخده بعيد عن الموظفين طلب منه يقدم رشوه للقاضي، كان غسمعه وما اعترضش خالص على طلبه لانه ما عندوش حل تاني بديل، واخد معاه كون علشان يقابله القاضي، واللي وصل على العشاء واول ما شافهم ضايق جدا طبعا فهم قصدهم على طول، ولما شاف خوف صاحب الشركه قرر ما يعمل لهمش حاجه، في الجلسه الثانيه خاف كينغ ان هو يقوم يتكلم قدام القاضي، في اللحظه دي بيبص على وو تشوي مش عارف يختار مين فيهم بالظبط انها تطلع تتكلم بدال، واخترت شوي فعلا ان هي اللي تطلع وتترافع، لكن الحقيقه ان هو مش مسيطر على الوضع خالص، ولما الموكل حس فعلا ان هو بيخسر القضيه انهار قدام القاضي، قال له ان الشركه دي طول عمرها بتخدم الشعب ودي اول غلطه نعملها، طلع من جيبه حبوب وحاول ينتحر، في الوقت ده حصل هرجله جامده جدا في المكان، واتوترت جدا لما شافت الوضع كده، ولما بص عليها ليه كان زعلان جدا علشانها عايز يقرب منها ويهديها، لكن الحقيقه ما قدرش يعمل كده، وقف بعيد وقاوم رغبته ان هو ياخدها في حضنه ويسكتها.
شركتها وهم في المستشفى مع الموكل بعد ما اطمنوا عليه عايزين يخرجوا، لكن لقوا الصحافة بره مالية المكان. كان غقلوه ما تتكلميش خالص ومسك كون من كتفه علشان يطلعوا لبره، لكن اتعامل معاهم بمنتهى الندالة وهو ما خرجش وسابهم هم يخرجوا لوحدهم. ساب التلات محاميين الأصغر منه يقابلوا الصحافة لوحدهم، وأول ما وصل ليه بالعربية خرج بسرعة وركب معاه، طلب منه يطلع، ولما ليه سأله عن المحاميين هنسيبهم ونمشي قال له اطلع بسرعة. التلاتة بيبصوا عليه مش مصدقين، سابهم ومشي بالشكل ده. وشافته اتصرف بأنانية جدا، راحوا على المطعم اللي بتشتغل فيه مي، وهناك كانوا تعبانين جدا من اللي حصل معاهم. في اللحظة دي وجت لها فكرة لفك القضية، قالت ان الرسالة وصلت قبل يوم واحد من التاريخ بدقائق بسيطة، واليوم ده الغرامة بتبقى غرامة إدارية بدل مادية. طبعا أول حاجة عملوها راحوا على كانغ علشان يقولوا له اللي حصل. كانغ بصلها واستهتر برأيها جدا، قال لها ايه الهبل اللي انتي بتقوليه ده، القاضي اصلا متضايق مننا وبكلامك ده الغير منطقي هيتضايق اكتر. وبتحاول تقنعه، بتسمع ليه القانون اللي يثبت كلامها، اتعصب عليها جدا اكتر من مكان. قال لها انت فاكره نفسك عارفه القانون اكتر مني، قال لها كمان من اللحظه دي ملكيش اي علاقه بالقضيه. ولما لسه واقفه قدامه بتستوعب كلامه، قال لها اتفضلي اطلعي بره مستنيه ايه. وخرجت فعلا بس كانت متوتره جدا، وتشوي شايفه ان الحق معاها وعصبيته ما كانتش في محلها، حاولت تتكلم معاه لكن كون شاف عصبيه كانغ في عينيه وسكتها فورا. ولما خرجوا قالت له لازم ندافع عنها، لكن هو قال لها انه محاميه عبقريه ولو مشيت من هنا هتشتغل في 100 حته تانية، لكن احنا لو غلطنا غلطتها ومشينا من هنا احنا عاديين مش هنلاقي شغل تاني. تشوي بصت له وقالت له مش عايزاك تكون كده، عايزاك تدافع عن الحق. ولما قال لها ليه عايزاني اعمل كده، قالت له علشان انا احب الشباب اللي بيدافعوا عن الحق. الثواني اللي كانت بينهم كانت بمليون كلمه بعد اعتراف صريح منها عايزاه يكون ازاي. بالليل ليه كان واقف تحت بيته، ولما شافته سالها ليه سبتيني احنا كنا كويسين جدا مع بعض، وهي اخيرا قررت تتكلم. قالت له مش عايزاك تحس بالوحده وانا معاك لاني مش قادره اساعدك. كانت عينيها مليانه دموع وهو بيبص عليها ومتاثر جدا باللي بتقوله. كون بيستعجل تشوي علشان ميعاد المحكمه، لكن بيتعامل معاها بمنتهى الرفق والحنيه، وهي مش قادره تمشي من غير ما تودع صاحبتها بتطيب خاطرها، خايفه تكون زعلانه بعد ما بعدها عن القضيه. فعلا وكانت زعلانه جدا ومتضايقه، قررت تبص على ليه من ورا الستاره كعادتها لما تحب تشوفه. ولما بصت عليه لقيته حزين مش اقل منها ابدا. في اللحظه دي هو شافها بالصدفه وهي ارتبكت جدا، ليه بيبص عليها ومش عارف يعمل معاها ايه. فعلا بدات الجلسه، واول حاجه لاحظ القاضي ان كانغ بينطق كلمه قانون خاص غلط، صلحها ليه فورا بنفس الطريقه اللي عملتها وو. لكن المره دي كانغ ابتسم، طبعا مش قادر يعمل مع القاضي اللي عمله مع وو لما قالت له نفس الملحوظه. المحاميين والموكل اخدوا بالهم طبعا ان وو كانت صح. كانغ اتوتر جدا واستسلم وبدا ينهي المرافعه بتاعته، وقبل ما يعمل كده وبثواني بسيطه وقفت تشوي شرحت نظريته. ورغم ان القاضي اعجب جدا بالفكره، كانغ قال لها لو اتكلمتي كلمه تانية هعاقبك بخروجك من المكتب خالص. ولما استدعى الامر تدافع عن نظريته كانت هتقف تاني وتجازف بشغلها، مسك ايديها كون وسكتها فورا. هي كانت بتبص عليه ومستغربه جدا، لكن في اللحظه دي هو اللي قام وكمل، قدر يقنع المحكمه فعلا بشرح مفصل. كانغ كان بيبص عليهم هما الاتنين وهيتجنن منهم فعلا، ورغم ان القاضي اقتنع بكلامهم والقضيه هتتحول من غرامه ماديه لغرامه اداريه بسيطه، وهو كان كل اللي فارق معاه شكله قدام اللي حواليه. تشو شافت كون زي ما هي عايزاه بالظبط، يدافع عن الحق وما يكونش اناني. الرئيسه هان قابلت بابا وو، عرفته ان في مقال هيتكتب عن وو عن مامتها، طلبت منه ياخدها ويسافر بعيد علشان البنت مش هتستحمل مواجهه الصحافه. اللي دخل على حسابات الشركه طفل صغير عبقري تكنولوجيا، ولما سمع في النشره ان مدير الشركه حاول يموت نفسه كان متضايق جدا، متضايق ان الامور وصلت لكده، رفع تليفونه بيطلب من شخص يرد عليه بسرعه. في الوقت ده دخلت عليه مامته علشان يتعشى، واللي كانت مامت وو والطفل ده هو اخوها. في الحلقه الجايه هنشوف مواجهه بين وو ومامتها، وهنشوف كمان وو لما بتطلب من مامتها تخلي ابنها يشهد في المحكمه، بتقول لها لو كنت اهملتي فيا بلاش تهملي في تربيه ابنك. هنشوف كمان ليه هيفضل بعيد كده كتير عن وو، ولا هيتشجع اكتر ويرجع يقرب منها، هيقدر يكسبها حبيبه ليه مدى الحياه، ولا هيضعف قدام المجتمع.